السلام عليكم البنات. اليوم ما بغيت نقترح عليكم واحد الوصفه ديال الشباكيه اللي محبوبه عند الناس كاملين وكنتفكروها في شهر رمضان. انا جيت اليوم بغيت نوريكم واحد الطريقه اللي ساهله، شفتها من عند الجده ديالي، وبغيت نوريكم مقادير وطريقه التحضير ديال الشباك وديال التعسال وكل شيء. انتم معايا في الفيديو، تابعوا معنا حتى الاخر ان شاء الله. انتم هيا كنحتاجوا جوج كيسان ديال الزيت، كاس ديال الجنجلان والنافع اللي غسلتهم وقليتهم وطحنتهم، كنحتاجو كاس ديال الماء اللي دافي يكون سخون غير دافي، جوج بيضات بلديين ولا الرومية اللي كانوا عندكم، كنحتاجو مارغرينا اللي غادي نذوبوها، غتلاحظوا معنا قرعة ديال الماء زهر، معلقة ديال الخل، معلقة ديال الخميرة الدار فورية، معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال الملون اللي ما بغاش يديرو يستغنى عليه، هذا غير باش يجي اللون زوين، مسكة حرة معلقة صغيرة، الجوزة معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الملحة عفوا، كنحتاجو الدقيق اللي غربناه على حسب العجين، لان كاين الدقيق اللي كيشرب، غنحتاجو حنا دابا درت جوج كيلو، غادي نشوف على حسب. للتزيين كنحتاجو جنجلان اللي غسلته وقليتو و العسل. انا دابا غادي ندير الزبدة، غادي ندير هادو، بسم الله على بركة الله. نبداو بالطريقة، نحتاجو البيضات، كاس ديال الزيت، كاس الثاني، كاس ديال النافع والجنجلان، كاس ديال الماء دافي، الزبدة اللي وريتكم قبيله هي ذوبتها، خلوها ما تديروهاش سخونه بزاف تكون دافيه. دابا هادو مقادير ديال كيلو، يعطيكم كيلو ديال ديال المقادير كاملين و كسعان نخلطو ماشي مشكل. مسكة حرة، خرقوم، مقادير اللي وريتكم، كلشي، معلقة تاع الخميرة، معلقة تاع الخل. هانتوما البنات، بعد ما خلطت الخليط كنديرو الدقيق. دابا الدقيق على حسب الخليط، غادي نبقى ندير الدقيق حتى تجمع ليا العجين، حيت الدقيق كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. دابا نتوما معايا تجمع العجين، ها نتوما البنات ها العجينه. دابا ها نتوما كيفاش مقاسها مرطبه، وغادي دابا نشكلوها كرات. غير صغار ماشي كبار، ولكن هادي جات دابا كبيرة، نقسموها على جوج بحال هكا باش ما تغلبش علينا في الخدمة، بحال هكا كورة بحال هكا. باش ترطب بما كملنا هاد الكميه كامله. انتم البنات حنا رجعنا لكم، دابا غادي نسرحوا العجينه بهذه الطريقه. انا ما كنديرش الماكينه، كندير غير الطريقه كي قلت لكم المره الاولى،
الطريقه القديمه ديال الشبكيه، حيت ماشي كلشي عنده الماكينه. ما كثرش الدقيق حيت الدقيق كيبقى ملي تبي تقليها كيبقى يحتل في المقله لتحت. نسرح بهذه الطريقه وندور باش يجي قد قد. ندور باش ما تشدش لينا باش ما تلصقش. حنا ما بغيتش نقطع الفيديو، بغيت حتى تشوفوا المرحله كامله بشوي بشوي حتى باش تجيكم الطريقة سهلة. ها انتي عاود لكم باش تشوفوا مزيان. واحد جوج ثلاثة أربعة، والاخرى نشد القنت مع القنت بحال هكا، قنت مع القنت ونوركها. نشد هادو من هنا ونمشي بحال هاد الطريقه. ملي كطيب راه كتبان ثاني. نعاود معاكم واحده اخرى. طريقه سهله، ما وما كتجيش من الجناب بحال هكا. كاين اللي كيدير لها هكا وكيقرصها، ملي كطيب كتبقى معجنه هكا كتبقى حسن. الطريقه القديمه ها انتما معايا بحال هكا. هز وحده حط هكا هاد من الراس مع هذا هاد الاخرين، وكتشدي بحالك وتجري هاد الشيء اللي لتحت بحال هكا وديريها. رجعت معاكم باش نوريكم طريقة القليان. ديرو واحد القتيل بحال هكا نعوجو من عند الراس ديالو. طيب يكون البوطه معافيه مقوسه باش طيب على خاطر انتما معايا. انتما نبقاو نقلبو فيها حتى تولي لها حمارت ونحيدوها ونديروها في العسل. انتما معانا بقاو معانا كتشوفوا الطريقه كاملة ديال القليان الشباكية بأسهل طريقة إن شاء الله. نعاودو نديرو تاني رمية تانية. نديرو هكا بين يدينا بهاد السلك باش تحل. نديرو بهاد تيدخل العسل مزيان، نشرب العسل وصافي ونس. هكا
دابا نديرو هانتوما كيف كتشوف، غادي نورا لكم ان شاء الله طبق التقديم. بقاو معنا البنات، هاهي النتيجة ديال الحلوة، تشباكي كيجي وهي في المذاق واعرة. وهذا كيلو كيلو اللي قلت لكم هذوك المقادير خرجوا لي هاد السوبيره وهاد السطل، وكتجي زوينة وكنتمنى تجربوها. تردوا عليا في التعاليق ولا كانت شي ملاحظة على الفيديو قولوها ليا، ولا كانت شي حاجة جديدة عندكم بارطاجوها معنا نتوما، وكنتمنى ديروا لينا جيم.